سعد باشا قائد اوركسترا نور لمع. الحقيقه احنا عندنا اليومين دول بنعمل تجربه جديده لاول مره هم بيعملوها، انها بنقدم اوبرا كامله باللغه العربيه، وفي معاها عرض باليه، وفي معاها كورال، وفي معاها مسرح، عرض مسرح يعني. الاوبرا كاتبها مؤلف موسيقي جزائري اسمه طارق بن ورقه، وبيأديها اوركسترا نور الامل. يا حلم يا ابن الصمت الكوني في نور الامل طاقم مدرسين قوي جدا، وهم البنات مدربين ومتعلمين كويس جدا، يعني هم بيقدروا يحفظوا، عندهم قدره كبيره جدا على الحفظ، فبيحفظوا الحاجه قبل ما يبقوا جايين يعملوا بروفا مع الاوركسترا. بعد كده احنا بقى بنفضل ايه يعني نقسم العمل لاقسام مختلفه ونبدا نشتغل فيه واحده واحده. طبعا بياخد وقت طويل جدا جدا عشان نقدر نركبه على بعضه، بياخد مجهود كبير جدا منهم من قائد الاوركسترا، بس في الاخر بنوصل احنا بينا من بعض اشارات خاصه يعني، وبعدين بنحدد كل حاجه. يعني هو دور قائد الاوركسترا في اوركسترا نقول انا بعمل زي المخرج المسرحي بالظبط، هو بيشتغل في البروفات لكن ما بيشتغلش في الحفله، لان البروفات بيبقى كل التفاصيل الدقيقه جدا هم عارفينها وحافظينها ومستوعبينها جدا، لدرجه ان هم بينفذوها بدون ما حد يبقى ليه يعني ما حدش يكون فيه دليل ليهم غير قائد الاوركسترا. في الاوركسترات العاديه بيطلع لازم يكون موجود في الحفله، والحفله ما بيمشيش من غيره ابدا، لكن ده ما بيطلعش في الحفله خالص. يعني هو قائد الاوركسترا مع الكفيفات ما بيطلعش في الحفله نهائي، بيديهم اشاره البدء فقط لا غير، اما اي تفاصيل اخرى هم بيبقى في ذاكرتهم محفوره بشكل يعني قوي جدا، وبالتالي هم بيقدروا يقوموا بالعمل على بعضه. العمل خد وقت كبير جدا 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 في الشغل، حوالي 7 شهور او اكتر، وهو المفروض هيتعرض في يوم 4/30/9 في دار الاوبرا المصريه، مسرح كبير. الحقيقه التجربه دي بدات الشغل فيها من حوالي يمكن 7 شهور. احنا بيحصل عندنا ان احنا بنجيب العمل وبنوزعه على الالات المختلفه، وبيتكتب بطريقه برايل علشان هم يقدروا بيقروه بيحفظوه، وبيجي معاهم اساتذه متخصصين بيساعدوهم ان هم يعني يعزفوا المكتوب المطلوب صح بشكل مظبوط وبشكل يعني محترف ودقيق جدا. بعد كده بيقوم القائد الاوركسترا ان هو يشتغل معاهم بناء على الحفظ اللي هم حفظوه مع المدرسين بتوعهم.